اشاد وزير الدوله محافظ عدن احمد حمد لم نس بنجاح تنظيم بطوله كاس عدن لكره القدم وبالزخم الجماهيري الكبير الذي واكب البطولة وجدد لملس خلال لقائه الكابتن وجدان شاذلي مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن دعمه الكامل لمكتب الشباب والرياضة بعدن وكل المناشط التي من شأنها أن تعزز قدرات الشباب وتنمي مهاراتهم وتنمي مهاراتهم وإبداعاتهم وناقش اللقاء الذي شارك فيه رئيس اتحاد كرة القدم بعدن عبد الجبار سلام ورئيس دائرة الشباب والطلاب في المجلس الانتقالي مؤمن الثقاف واقع ووضع أندية عدن وسبل دعمها و وكيفية العمل والتعاون على تطويرها وسعادة دور عدن الرياضي, الرياضي والثقافي والنهوض بفئة الشباب بما يعود عليهم ومجتمعاتهم بالنفع من خلال إعادة تأهيل المشاهات التي تضررت بسبب الحرب وفي مقدمتها أستاذ عدن الرياضي حضر اللقاء من عام المجلس المحلي بعدن بدر معاون سعيد